اخبارنا النهارده وشادي حسين مهاجم الاهلي بمناسبه سيراميكا كيلوباترا تلقى عرض من نادي سيراميكا كيلوباترا لاستعارته للموسم الجديد عرض للنادي الاهلي بالتاكيد من سيراميكا كيلوباترا لاستعاره شادي حسين واحد كان من نجوم سيراميكا كيلوباترا ما كانش موفق شويه مع النادي الاهلي ولكن سيراميكا كيلوباترا عاش فيه افضل فتراته وعنده عروض اخرى كمان من نادي زي سموحه سموحه ايضا مهتم جدا بشادي حسين ده بالنسبه لشادي حسين اللي ما كانش موفق شويه مع النادي الاهلي